اشمعنى حبيت المجال الإنساني؟ جه في بالك الموضوع ده بالذات، وفي مجالات إنسانية طبعا برضو أخرى يعني بتتعلق بالرحمة الإنسانية والمشاعر الأدم. تمام، مظبوط جدا. هو يعني هو الشلتر هو معمول اوريدي، موجود من قبل ما انا بشتغل فيه، وفي مجلس اداره موجود. لما جات لي الفرصه ان انا اشارك في حاجه زي كده، طبعا ما ترددتش لحظه. ولما جالي الموضوع طبعا ما ترددتش لحظه ان انا يبقى ليا لمسه ويبقى ليا دور في حاجه انسانيه عظيمه زي كده. طبعا الحيوانات في الشارع يعني في يعني سوء استخدام، وفي معاملة صعبة جدا جدا، حضرتك دكتور بيطري في الأساس؟ تمام. دكتور بيطري، في طبعا يعني معاملة صعبة جدا، ومتبهدلين في الشوارع بشكل صعب جدا جدا. واحنا مش لما بنتكلم على حق الحيوان في ان هو يعيش كويس، او الحاجات اللي بنشوفها في الشارع اللي بيتعرض لها حيوان الشارع، مش بنقول كده عشان احنا يعني برضو الواحد حفظ النقد اللي بيجيله، والواحد حفظ الكلام اللي بيسمعه من فكرة ان هو طب ما تروح تنقذوا البني ادم، طب ما البني ادمين اولى والناس اولى، وي وي وي. الفكرة اي حاجة جت فيها الروح، يعني الروح نفسها غالية، يعني كلمة روح دي او الحاجة اللي فيها روح حاجة أيا غالية كانت جدا بقى. ايا كانت. وبرضو يعني ربنا لما خلقنا ما خلقناش لوحدنا، طبعا فالارض بتاعتنا كلنا، واحنا كلنا عايشين فيها، وكل واحد وكل حاجه موجوده فيها روح. قصدك تقول انه في حكمة لخلق كل روح كانت، فما ينفعش ان احنا نقلل بالظبط من كده، قيمة روح على حساب بالظبط كده. روح. والخير ليه 100,000 نوع وليه 100,000 شكل، فانا ما ده ينفعش حقيقي. اختار لحضرتك الخير والخير في شكل معين واسيب الخير الناحيه التانيه. ومش معنى ان البني ادم بيساعد كلب او بيساعد حيوان معنى كده ان هو ما يساعدش بني ادم خالص. هو البني ادم كمان عمره ما هيكون بني ادم لو شاف روح بتتعذب او بتتالم ومش حاسس بيها، ولا كان يعني عادي، اصل ده حيوان، هو بالظبط بني ادم كده، ازاي انا شايفه الم؟ يعني بالظبط بنشوف الم بالظبط. حقيقي. وهم اي حاجه فيها روح هم بيحسوا وبيتولعوا وبياكلوا وبيشربوا وبيشوفوا وبيحسوا كل حاجه. فطبعا كانت فرصه كويسه جدا 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 ان هي تجي لي، ان انا اشتغل في مكان عظيم زي ده، وان انا اقدم رسالتي من خلال المكان دوت، ان يا جماعه الحيوان الشارع ما ينفعش ان احنا يعني ده هو بيبقى ماشي في الشارع ما بيعملش اي حاجه، يعني بيبقى ماشي في الشارع في حاله، لا اذى حد ولا جه جنب حد ولا عمل اي حاجه، وبيتاذي بس وبيتعلق على في كمان على رقبته. الاطفال بالذات كمان الاطفال بيعتبروها لعبه، يعني وكبار استمتاع كده، لعبه من ضمن اللعب، فاضيين بالظبط، يجيبوا قطه ولا يجيبوا كلب ويقعدوا ياذوا بالظبط فيه كده. ويضحكوا كده وطبعا للاسف. الفيديوز ماليه السوشيال ميديا، وبنشوف كل حاجه، ونشوف اللي ماسك ده الكلمه حقيقي، من رقبته نازل في ضرب، ده وي وي حقيقي. وي.